هذا هو ما نحتاجه بشكل رئيسي كمجتمع دولي. حل الدولتين ليس ضد إسرائيل، ولكنه النتاج الطبيعي لأمن وحرية إسرائيل. وكذلك تحدثنا عن قضايا أخرى، واسمحوا لي أن أقدم لكم، لقد كنت هنا في عام 2013 مع سلفكم، وكنت أزوره في مكتبه، وفي تلك اللحظة كان هناك مناقشات حول ما يجري بين أثيوبيا ومصر وحول سد النهضة. فقط لقد سمعت أن الأمر معقد للغاية، وللأسف فإن الاتحاد الأفريقي لم يستطع إيجاد حل بسهولة، وكاتحاد أوروبي أستطيع أقول أنني أتفهم موقف مصر، حيث أن مياه النيل هامة للغاية للملايين من المصريين، وآمل أن التعاون والمسؤولية الدولية ستساعد على إيجاد حل لهذه القضية. لا نستطيع أن نجبر الشعب الأثيوبي على حل، ولكن سنساعد على إيجاد حل. كذلك تحدثنا عن حقوق الإنسان، وأنا سعيد للغاية بالحوار المستمر بين الاتحاد الأوروبي ومصر حول موضوع حقوق الإنسان، وأن هذا الحوار مستمر. أنا لست هنا لأعطي دروسا لمصر، ولكن أنا هنا لأستمع ولأنصت وأن نتبادل سويا إذا كان هذا خارج السياق، ونفهم أيضا بعضنا البعض أننا نستطيع أن نشجع كاتحاد أوروبي، نشجع مصر ودول أخرى أن تقوم بكل ما تستطيع أن تقوم به من أجل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأنا أقول هذا لأني أعرف أن في الاتحاد الأوروبي ليس 27 دولة تلعب في الدوري الخاص بحقوق الإنسان، ولكن هذا أمر هام. وأعتقد أن صديقي الوزير سامح فهم وجهة نظري وتفهمت وجهة نظره، وسنستمر في هذا الحوار في الاتحاد الأوروبي وكذلك على مستوى الثنائي، لأنه أمر هام للغاية. سأختتم ملاحظاتي، وأعتقد أني تحدثت عن الموضوعات التي ناقشناها، ربما بعد الغداء أو أثناء الغداء سنناقش المزيد حول الوضع في سوريا وكذلك اليمن. لذا فإن كل هذه النقاط هامة، وسأتقابل مع زملائي في الاتحاد الأوروبي الاثنين القادم، وحيث أنه مطلوب مني أن أكتب تقرير عما ناقشناه هنا في مصر وكذلك في زيارتي للأردن. شكرا جزيلا.